الحاجه هضر مع الحليب احنا انا عندي 17 صغير والله ما بديت 14 17 صغير هذا شغل غير والله حتى والله حتى نزل حتى ما ساعة شوفني وحدي شو هنا حالي بس ما حطيتوش كل دوك حبط الساعة دوك كل حبط دوك ساعة في ده يمشي كل شيء يمشي بس على الفريجيدار لازم الفروع لازم يتحط في الفريجيدار وما عندكش البلاصة وراح تحطه وراح جبته وراح هذا هذا لا البيض 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 ها وراح تحطه حطه هنا داخل كل دوك حطه كامل ها تقدر تدخل كامل عادي في الفريجيدار ناخذ من هنا ناخذ نقص معاه في الفريجيدار هيا دوك ندخلو كامل يقعد والو ها اي حاجه ما توقع ها كعبه ما توقع هاي بس هاي توقع كعبه هاي الاسعار ولا مش ما فيش عندك ما فيش هنا كله بس هاي شوف هذه هاي هاي يا اخوي ها لا 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 مش حد دو دوك كنا حلت قانون ما في خلينا من القانون القانون انا فوق عينه الراس بصح واش تحط ايتيكات دوك يجيك اليوم الشركه دي هاي شاف مش فوش يقضي ذهب التيكي اذا ذهب التيكي هذا التيكي كامل حطيته في التيكي حطيت كامل معمرو التيكيات وراح الموبايل يعني افتح الباب يا ولدي ما نسيتش اسمه تحت بزو مطر يا الله
في إطار العمليات الرقابية اليومية التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة وبالتنسيق مع مصالح الأمن وعلى إطلاعهم الرقابي ميداني بإقليم بلدية واد العنب، نجحت فرق الرقابة لمديرية التجارة وبالتنسيق مع الأمن الخارجي بخرازة في اكتشاف مستودع لتخزين المواد الغذائية دون حيازة صاحبه على أي وثائق أو رخص، خاصة أنه مثل هذه النشاطات تتطلب إجراءات خاصة. وعلى إثر هذه الوضعية وبعد المعاينة الميدانية التي قام بها الأعوان المكلفون قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية عن مخالفتي ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري مع مخالفة عدم الفوترة مع اتخاذ باقي الإجراءات القانونية في حق التاجر المخالف.